نفعنا ويا الشيخ زي عننا المريض تشفيه فينا وجايه مكسر تصلحه يا ما والشيخ جوا مكسر يا اخي التراب بتاعه حلل يدعوك كيف يفزعك كيف ما في كلام زي ده كده ركزوا بالراحه يا صوفيا بالعقل زول يتوفى من المشايخ يشيلوا يكفنوا يغسلوا تمام وجثه هام ده يقلبوا بها جاي يغسلوا بها جاي يجيبوا بها جاي يغسلوا ويشيلوا يكفنوا يرفعوا فوق فوق العنقريب وفوق فوق البوكس ويمشوا به لحد المقابر احفر هكذا القبر ادعوا في القبر بعد شوي يبنوا فوق له قبه وادعوا يا الشيخ الشيخ تفزعنا والشيخ تلحقنا وما لحق روحه يلحقك انت وين الناس دي تفهم وتعقل فاول حاجه من صفات المخالفين للصراط المستقيم هي شنو يا جماعه هي المخالفه في العقيده دي اول صفه كده خليهم منه صوفية ولا غيره اي انسان او اي مسلم يدعو غير الله تبارك وتعالى اشرك بالله من دعا بغير الله فقد اشرك دي حاجه واضحه في الاسلام وحاجه واضحه في الدين تمام وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عشان كده اول حاجه بنحذرك من الصفه دي ما تقع فيها الحاجه الثانيه برضو اللي بنحذرك منها وهي احد الصفات من صفات الفرق المخالفه للطريق المستقيم ألا وهي التفرق والتحزب كده قبل ما أمشي لك للمخالفة في السنة دار أتكلم لك في التفرق والتحزب يا جماعة أنت هل تعلم إنه كل الأنبياء وكل المرسلين لما ربنا تبارك وتعالى أرسلهم ليبلغوا التوحيد لا إله إلا الله وينهوا الناس عن الشرك كان ربنا تبارك وتعالى بيأمرهم بعدم الفرقة ما تتفرقوا فيه ودي مقدمة وحاجة مهمة جدا لا بد أنت شنو تفهمها ربنا تبارك وتعالى قال شنو قال وشرعنا لكم من الدين ما وصينا لكم من الدين ما وشرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى شنو ان اقيموا الدين دي اول حاجه اقامه الدين بانك تدعو للتوحيد وتنهى عن الشرك طيب وشنو ثاني ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ما تتفرقوا ما تعملوا طرق ما تعملوا جماعات ما تعملوا احزاب بس الكلام ده يا جماعه شين في ناس ما عاجبهم الكلام ده للاسف يعني في ناس للأسف الشديد الكلام ده ما بيعجبون ولا بيخدم مصالحهم إنه أنت تيجي تقول لهم أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه ليه؟ لأنه عنده طريقة عنده جماعة ولا أحزاب عنده عوائد بيرجع له منها داري قيمة وداري يجيب الناس لها لما تيجي تقول له ولا تفرقوا فيه حيقعد يلفلف في دورك تمام؟ عشان كده إحنا بنقول لا بد تمام؟ أول حاجة إحنا بنمسكها في المنابر الدعويه وعارفين انه كلام حار والله والله عارفين انه بدل ما نستقبل الناس بجوائز وبهدايا بنستقبلهم نقول لهم ناس فلان كده وناس فلان كده وناس فلان كده ما ساي والله الكلام ده لكن عشان ما تتوكر ونحن الكلام ده جربناه اول ما دخلنا الجامعه توكرنا والله توكرنا وكر لا اله نحكي لكم الحاصل انا شخصيا اول ما دخلت الجامعه دي كنت مفتون جدا بحي اسمه انصار طبعا شايف لك الدقون ما شاء الله الكلام السمح وبارت لك الجامعه طشيت لك يا زول بعد شوي ايش لقيت لك الشغله فيها استمارات تمام وفيها تكتب اسمك وهواياتك وايميلك وتلفونك وسكنك تمام وقريت شنو ما قريت شنو باريت الشغلانيه وخشينا قلنا نشوف اخرها شنو بعد شوي لقينا روحنا احنا انغمسنا في الشغلانيه لدرجه انه بقينا متعصبين بتقول في جماعه انصار السنه حاجه النرضة عديل كده تقول في شيخنا حاجه زي الصوفيه واحد يعني نحن جرينا انا شخصيا تربيت تربيه في بيت صوفي يعني فجيت متفكر من الصوفية خشيت في صوفية تانية بس اسمها انصار السنة ما في اي فريق ما بس انصار السنة بيدعو الله لكن برضو نفس الحزبية ونفس التعصب للمشايخ ما بيرضوا في شيخهم حاجة والله كده بس اقف لك مع انصار السنة وقول لشيخك كده وكده ما بيرضى خالص عرفتها طوالا احنا اول ما عرفنا الحاصل ده وبفضل جهود بعض الدعاة جزاهم الله خير اخونا مزمل فقير وغيره من الدعاة بينوا لنا الحاصل انه جماعة منحرفة وانه اصلا ما بحي في الاسلام اسمها جماعات خلينا الشغلانية لله الحمد وتركناه لكن انت لابد انك تعرف الحاصل ده ليه عشان ما تتوكل فدي نصيحه بيقول لك المثل اسمع من مجرب وما تسمع من طبيب نحن بنقول لك ناس مجربين وضيعنا والله فيها عمرنا وللاسف انا شخصيا يعني تاثرت منها تاثر كثير جدا لانه بسببها وللاسف الشديد اثرت درجاتي تمام بقينا معدينا لك محاضرات وندوات وبلاوي وطالع ونازل وكلها في الفاضي والله كلها شغل اقسم بالله لا فيد لا بينفع لا تعلمنا كثير ولا بارينا يعني علم شرعي ولا تعلمنا القرآن ولا تعلمنا السنة أي صح في دورات وفي غيره وفي بتاع لكن للأسف الشديد أغلب وقتنا كان شغل للجماعة وكان شغل للتشكيل والهيكلة بتاعت الجماعة الشنو القاعدة في الجامعة دي عاملينها طبعا في شكل أمراء الأمير فلان ده أمير الجامعة بتاعت السودان القسم الجنوبي فعشان يقسموها لك ما عارف ده الأمين الإعلامي
ده الامين المالي، طبعا فيها موال وقروش وبلاوي كثير، وما عارف ده الامين الدعوه وده امين كده وده امين كده، تقعد تضيع زمنك كله ووقتك في حاجات لا تفيدك لا تقدمك، ونفس الفهم بل أسوأ واشر فهم الكيزان نفس الطريقه دي، تضيع زمنك في السياسه وتضيع زمنك في كلام فاضي، وفي النهايه اهلك هم اللي حيجنوا ثمار شنو؟ ثمار الاخطاء اللي انت بتقع فيها دي، حيجني امنوا يعني؟ حيجنوا اهلك التعبانين وشقيانين عشان تدخل الجامعات اللي بقت بخمه قروش، تمام؟ عشان تدخل جامعه الايام دي بالذات يعني لابد الاهل يدعوا وتعب شديد جدا عشان يدخلوك، ده في العام ناهيك على الناس الخاص. يعني حاجه شغلانه ما سهل الناس تغدي الايام، عشان ما تخم نفسك ساي وتلقى روحك دخلت لك في حزب ولا في جماعه ورحت فيها. طيب ربنا تبارك وتعالى نرجع للايه قال انا اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. يبقى من صفات المشركين تمام؟ ومن صفات الكافرين انهم يفرقون في الدين. الدليل الثاني شنو في على الكلام ده؟ ربنا تبارك وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين معلوم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أي أحزابا وطرقا وجماعات كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد رافع رايته فرحان بالراية اللي هو رافعة. دي صفات منه؟ دي صفات المشركين، ودي كذلك هي صفات الفرق. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرق المخالفة لمنهج الصراط المستقيم وهي الفرق 72. طيب دي الصفة الثانية ألا وهي التفرق والتحزب، والصفة الأولى المخالفة في العقيدة. طيب الصفة الثالثة من صفات الفرق المخالفة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي المخالفة في السنة، إنك ما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، دي الصفة الثالثة. الصفة دي بتدخل فيها كل الجماعات وبتدخل فيها كل الأحزاب السياسية. كيف؟ بتدخل فيها الجماعات اللي اتخذت تمام غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبيل ومنهج لها، زي جماعة الأخوان المسلمين. جماعة الأخوان المسلمين المنهج والطريق بتاعها نحن درسنا في الموضوع ده كثير جدا واسترسلنا فيه، منهج قائم على كتاب اسمه الوصايا العشر. والله صحيح منهج وضع سيد قطب للجماعة، أنك تطيع للجماعة وتكون تابع لها في المنشط وفي المكره شئت أم أبيت، وتبايع أمراء الجماعة اللي هي جماعة الأخوان المسلمين على السمع والطاعة. ده الفهم بتاعه، ونفس الفهم ده يتمثلته هنا وتبلورته هنا الحركة الإسلامية تمام، وهي لا إسلامية ولا غيره. شوف أي حاجة تلقاه في الإعلام، تلقاه في الفيسبوك، في تويتر، في الواتس، في غيره، ما عارف الإسلامية أعرف طوالي دي شنو؟ دي من بلاوي ومن مخرجات الحركات الإسلامية المختلفة. يا جماعة كلمة إسلامية دي ذاته كونك تنسبها لحاجة كلامنا ما صح. أي شيء بنسبه إسلامي، أناشيد إسلامية، غنى إسلامي، لبس إسلامي، ما عارف غنى إسلامية كده إسلام، ما في كلام زي ده يا جماعة. ما أي حاجة ننسبها إسلامية إسلامية عشان نحلل ونحرم بس بالكلام. فنحن مسلمون تمام، نحن هو ربنا تبارك وتعالى قال هو سماكم المسلمين. فالصفة الثالثة هي مخالفة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأوامر اللي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام مخالفتها هذه الجماعات وهذه الطرق وهذه الأحزاب، أول أمر من هذه الأوامر خالفته هو اتباع السنة وترك البدع. ده حاصل أصلا هنا تمشي بأيها طوالي سجانة المولد الساحات بتاعت الموالد. وأكبر سؤال بيسألوا لنا أي زول لما نتكلم في المولد يقول لنا يا جماعة المولد ده ماله؟ المولد ده ما الناس بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة وين؟ المشكلة إنه يا جماعة المولد عبادة، كونك تجتمع وتعمل عيد، العيد في الدين ده عبادة. ربنا تبارك وتعالى بيّن الكلام ده، العيد في الدين يا جماعة عبادة. لما جاءوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وكان عندهم يومين في الجاهلية بيلعبوا فيهم، فسألوه عن الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحية. وعيد جاء من كلمة عود يعني يعود ويتكرر تمام، والمولد عيد يعود ويتكرر كل سنة، وأي عيد لا بد في الإسلام من دليل. فنحن بنسأل سؤال بس وانت جاوب في نفسك، وهي زول بعدين عنده استفسار عنده مناقشة والله حبابك بالتي هي أحسن من ناقش رجال رجال بالناقش بالقوة أي طريقة دار تناقش بها بنقشك بها انت واسلوبك بعدها تمام. طيب أول سؤال بنسأله للناس اللي بيحتفلوا بالمولد، هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بالمولد؟ نعم أم لا؟ تمام؟ أي ما في زول حيقول لك نعم، واللي بيقول لنا نعم يجيب لنا دليله بعدين. طيب
طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بالمولد، ودي ثابتة تاريخا، هل احتفل الصحابة رضوان الله عليهم تبارك وتعالى بالمولد؟ نعم أم لا؟ ما في زول حيقدر يقول لك نعم. في زول سمحته بالخيمة بتاعت أبو بكر في المولد ولا حاجة زي، سمحته بخيمة عمر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أبو بكر الصديق جاء لما في البيت وحيلاكة وحيلاكة، ما في كلام زي ده يا جماعة. في زول سمع؟ لو في زول بعدين يجي ينورنا يعني، تمام؟ طيب ما في من الصحابة. هل من الأئمة الأربعة من أباح الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام؟ نتحدى الأمة كلها، جيب لنا أحد الأئمة الأربعة من الأقوال الثابتة عنه يقول بجواز الاحتفال بالمولد. والله تفتش ليوم الدين ما تقدر تجيب لنا قول واحد من أقوالهم، تمام؟ بل كانوا ينكرون ذلك. طيب السؤال الأخير اللي بنسأله، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، الصحابة رضوان الله عليهم ما عملوا، لا أحد من الأئمة ولا من التابعين ولا من الصالحين قال بها، بل بعضهم جعلها من البدع والمنكرات وأغلبهم، تمام؟ كيف يكون ده دين؟ جماعة كده بالعقل الكلام ده ممكن يكون دين؟ ما ممكن. طيب في شبهات تانية، يجيك زول يقول لك يا أخي طيب هي ما دين، نحن ماشيين يا أخي نحتفل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ولده، إن شاء الله نتلمى نذكر الله سبحانه وتعالى، نقرأ لنا قرآن، نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، حنتذكره كيف نحن لو ما أدينا على اللقى اليوم؟ أول حاجة يا جماعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام واجب شرعا، إنك تذكر عليه الصلاة والسلام في كل ما تسمع اسمه، بس أنت مفترض تصلي عليه كده، خليك أنت كل سنة تحدد له موعد معين أنت عشان تذكره فيه. النبي مفترض يكون معاك في أفعالك كلها عليه الصلاة والسلام، بأنك تتبعه وبأنك تقتدي به وبأنك تهتدي به، بالتالي يكون معك في كل الوقت. ده نحن اللي بندين به ربنا تبارك وتعالى. المفترض أي عاقل وأي زول فاهم يكون فاهم الحكاية دي. المولد ليس من شرع الله سبحانه وتعالى وليس من هديه عليه الصلاة والسلام، ولم يحتفل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف ولا من غيرهم بمولد خير البلية. والبيخالف هذا الأمر بيدخل لي وين؟ طوالي بيكون فيه صفة من صفات الفرق المخالفة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو أن المسألة دي تكون وضحت، ألا وهي عدم جواز الاحتفال بالمولد النبي. وأي زول يا جماعة، إحنا في النهاية هي ننصح الناس، أي زول عنده استفسار في المسألة دي، عنده شبهة مشتبهة له في الموضوع ده، حبابه والله تكتبه في ورقة، تمام؟ المشايخ موجودين، تيجي تقول هنا مرحب بك حبابك في أي وقت طوال تيجي تقول عشان نبين لك، تمام؟ إنه ما ورد قط جواز للاحتفال بالمولد، بل ابتدع هذه البدعة هم الفاطميون. فاطميون ده شيعة مفترض يقال لهم العبيديون، تمام؟ ما عندهم أي علاقة بالسيدة فاطمة عليها رحمة الله. كيف العبيديون ده عملوا؟ شنو هم أول من اخترعوا وابتدعوا بدعة الاحتفال بالمولد، وهم شيعة لا يؤمنون بالصحابة ويكفرون الصحابة، تمام؟ وعليهم من المآخذ ما تخرجهم برا الإسلام، تمام؟ فما في أحد من الصحابة احتفل بمولده، وده نحن اللي بنحذر به الناس. تبقى دي الصفة الثالثة، ثلاثة صفات من صفات الفرق المخالفة للمنهج. أول حاجة في ناس بخالفوا في العقيدة، بينا لك دي زي الصوفية في الشداء وفي الرخاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى، وديناك البينات والأدلة. الحاجة الثانية المخالفة في السنة وعدم الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، تمام؟ ودي دخلت فيها كثير جدا من الفرق والجماعات. المخالفة الثالثة التفريق في الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دي ثلاثة صفات يتلوها صفات كثيرة جدا برضو من صفات الفرق المخالفة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الموضوع ده يطول جدا، وأنا ما أدري أسترسل بكم كثير، وموجود معانا مشايخ إن شاء الله يحدثوكم في هذه المواضيع. وأي زول عنده استفسار أو عنده مداخلة أو عنده كلام عايز يقوله، ده منبر مفتوح، مرحب بك. في مهما كان منتمي ما منتمي، فلوتر، أيا كنت، طالب قاعد في الجامعة عندك استفسار أو غيره، عندك استفسار أو غيره، الآن حاليا الفرصة مفتوحة لك للنقاش. إذا دارت يتناقش في أي نقطة من النقاط اللي قلناها وأي نقطة أنت عندك عايز تقولها، المنبر ده مفتوح. نحن ما أصلا شفت ما لا عندنا ملتوف لا عندنا بتاع لا غيره، بس بالحجة وبالبرهان. أي زول عنده استفسار عنده مناقشة، الباب والفرصة مفتوحة للنقاش.